In the name of Allah, most gracious and most merciful, we are talking about the strategy of feedback by using of blended learning, by using educational video. السلام عليكم, معكم مستر سيد سمير. هنتكلم النهاردة عن التغذية الراجعة, استراتيجية التغذية الراجعة باستخدام التعليم المتمازج. هنستخدم النهاردة فيديو تعليمي هنراجع بيه على اللي احنا درسناه قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم مستر سيد سمير من قناة إيزي جرامر. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الوحدة العاشرة في منهج كونكت الترم الثاني. الوحدة العاشرة عندنا بعنوان She is an engineer, يعني هي تكون مهندسة. نشوف الدرس الأول معانا كان المنتهي. أولا هنوصف الصورة اللي موجودة قدامنا. الصورة موجود فيها فيت هو موجود فيها على الصورة زي ما احنا شايفين. كلمة فيت يعني طبيب أو طبيبة بيطرية. يلا ركز في الكلام. كلمة دكتور. ها خدنا كلمة دكتور. كلمة دكتور طبيب أو طبيبة. وطبعا موجودين زي ما انت شايف كده. طبيبة موجود في المستشفى هوسبيتال. اوكي, انا الطبيب البيطري هو المختص بعلاج الحيوانات. عندنا في شمال الصورة عندي كلمة انجينير مهندس انجينير. الاكسرسايز الاولاني اللي هو عندنا بيقول لوك لسن اند ريبيت. كل شخصية بتتكلم عن احدى الوظائف موجودة في الصورة. هذه شخصية أميرة بتتكلم بتقول he is an engineer. ممكن أقول he is an engineer. عندي هذه بيقول لك look he is a firefighter. وطبعا firefighter اللي هو رجل المطافي زي ما احنا شايفين في الصورة. بعد كده هنا بتقول he is a dentist. بتشاور على طبيب الأسنان. طبعا كلمة a dentist يعني طبيب أسنان. بعد كده يوسف بيقول and she is a doctor. طبعا بيشاور على الطبيب. يلا هنتكلم عن الوظائف زي ما خدناها ودرسناها. بص كده في الفيديو. مهندس يعني انجينير. مهندس يعني تمام. انجينير. طبعا هنشرح التركيب ده بالتفصيل في الخطوات التالية ان شاء الله. الوظيفة اللي كانت بعد كده وظيفة الطبيب. فبيقول والطبيب يعني he is a doctor. الوظيفة اللي بعد كده طبيب الأسنان. طبيب الأسنان يعني dentist. فبقول he is a dentist. وطبعا زي ما عرفنا قبل كده إن الأبوستروفي أو الإس الإختصار بتاعها أبوستروفي إس الإختصار بتاعها أبوستروفي إس. الصورة اللي بعد كده صورة الطبيب البيطري. نركز. الطبيب البيطري يعني الصورة اللي بعد كده صورة طبيب البيطري. He is a vet. الصورة اللي بعد كده صورة الطبيب البيطري. ها؟ يعني a firefighter. طبعاً هقول الجملة بتاعتها. تمام خلاص. ركزي. He is a firefighter.
زوج البوليس وغير البوليس يعني بوليس أفسر مش اسمها بوليس خالص بيسمعها بيطاها ازاي he is a police officer تمام المعلم طبعا يعني مش موجودة هنا وظيفة المعلم معلم يعني teacher معلم يعني ايه teacher انا اتكلم عن نفسي اقول I am a teacher انا اتشاور على المعلم اقول he is a teacher او she is a teacher طبعا في الوحدة عندنا عندي he is he is طبعا he is the verb to be هو يأتي مع he والاختصار بتاع apostrophe is ومعناه هو يكون عندي كمان التركيب الثاني she is أول تركيب يعني إيه أولاد he is يعني إيه هو يكون هو إيه يكون وشي is يعني هي يعني أقول he is a doctor أو she is a vet تمام he is a doctor أو she is a vet تمام كده طيب نكمل كده مع بعض مش عاوز صوت من فضلك الاختصار برضو بتاعها شيز والابوستروفي اس ده اختصار للاس فهقول هي از ان انجينير هي از ان انجينير هو مهندس طبعا انت بتقول هي از هنا طبعا عشان الاس ايه مكتوبه كامله مش موجوده مختصره انا بقول له هي از لو مكتوبه زي ما موجود في السطر الاول بالشكل ده تمام عندي كمان اسمع شرح ادوات النكر وان امتى استخدم وان مع الاسم المفرد الذي يبدا بحرف ساكن وان بتاتي مع الاسم المفرد الذي يبدا بحرف متحرك يعني ايه يعني ايه هو حرف ساكن ويعني ايه حرف متحرك انا عندي في اللغه الانجليزيه 26 حرف منهم خمس حروف متحركة وبعض الحروف 21 حرف الباقيين ها ركز ساكن يبقى عندي كم حرف متحرك؟ خمسة عندي كم حرف متحرك يا أولاد؟ خمسة كم حرف متحرك؟ تعالوا نقولهم مع بعض اللي هم ايه؟ الـ A والـ O والـ U والـ I والـ T تاني يا أولاد لا والـ I الـ A والـ O والـ U والـ I والـ E كم حرف متحرك؟ عندي كم حرف متحرك؟ وبقية الحروف اسمها حروف ساكنة حروف ايه؟ طيب تعالوا نكمل مع الفيديو الحروف المتحركة هيأتي معه آن أما لو عندي اسم بيبدأ بأي حرف ومن الحروف الخمسة المتحركة يبقى معناه أنه بيبدأ بحرف ساكن وهيكون آن يعني بشكل جميل جدا وبسط بيحرفوا الوسط الأول عشان يقدروا يفهموا الحروف المتحركة ويحفظوها بسرعة عندي هو ال O ده شكل زي شكل الوجه كده الفيس الوجه تمام هي عندي حرف ال E لكن النوعين الأولية حرف ال E العين الثانية عندنا حرف ال I كأنه الأنف وحرف ال U الفم يبقى كده الخمس حروف المتحركين يبقى هو قال إيه؟ بص كده حرف ال E بص عمل الحروف المتحركة زي الإيه؟ زي الوش حرف ال O تمام حرف الاو اللي هو الايه الدايره دي وبعد كده حرف الاي العين الاولانيه حرف الاي العين الثانيه والاي وبعد كده حرف الايه اليو تمام دي كده اسمها الحروف المتحركه تمام هسيبكم بقى تكملوا ايه بقيه الفيديو حرف الاي حرف الاي من الحروف المتحركه وبالتالي هناخد معاها كلمه او اداه يبقى كتاب بوك بتبدا بحرف ايه ساكن تبدا بحرف ايه يا اولاد عشان كده هنختار معاها الا اما كلمه ابل بدأ بحرف الاي وهو من الحروف المتحركه تمام فعشان كده هنختار معاها ام جميل طيب
كلمة زي كلمة دكتور، بقول دكتور، بدأ بحرف ايه؟ ساكن ولا متحرك؟ ساكن، عشان كده هنقول له دكتور. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. انت يا ولد كلمة دكتور، دكتور بتبدأ بحرف ايه؟ بتبدأ بحرف ساكن، عشان كده هناخد معاها أداة النكرة وعندي كمان كلمة كلمة انجينير. كلمة انجينير بدأ بحرف ايه؟ ساكن ولا متحرك؟ لا متحرك اهو، حرف الاي، حرف الاي ده من الخمس حروف المتحركة، عشان كده هنختار معاه ايه؟ ان، هنختار معاه ايه؟ ان. تمام، يبقى الحرف الساكن لو الكلمة ابتدت بحرف ساكن بجيب معاها لو ابتدت بحرف متحرك بجيب معاها ان. تمام،